خويا السلام عليكم الزملاء الكل واللي يتفرج في الفيديو. نحن رانا توا جينا معناها باش نحكيو في الموضوع. موضوع صار معايا صغير بالنسبة للأمنيين ومعاملتهم مع التاكسيستاي. أنا راني قلبي تعبى وصلت عملت الفيديو هذايا إلا ما قلبي تعبى خويا. راني بالرسمي نعاني، راني مش نحكي على الأمنيين الكل. فما أمنيين صاحبي يعرفوا ربي ويعرفوا القانون ويعرفوا كل شيء ويمشوا رجله وبالرسمي ربي يكثر منهم الناس ونوزلهم تحية من منبريات. أما فما أمنيين خويا ربي ما يعرفوش، ريت الأحرام يموتوا عليا صاحبي، ريت عرق العباد يموتوا عليا، الظلم يموتوا عليا صاحبي. أنا اليوم ما عنديش تو عندها قديش الوقت تو 8:15 أنا جاي عبارة من سان كليمون، جاي من عبارة نواب وسان كليمون الرومبوا متاع البورتال باش ناخذ عبارة باش ناخذ الروتيكس وباش نرجع عبارة للزهروني. وهما باقا فيها اللي فوكو هذيك فيها ثلاثة أعوان. أنا على تلفيتي ما زلت يعني باش ناقص باش نسيس ليسا على تلفيتي هفكاية بعيد لاني باش نمس ولا حتى شيء بعيد. واصلا ما فتوش الرومبوا ما فتش أولوية نتاعو، عمل لك ايه سبق وقف على اليمين يقف قال لي ايش بيك ما عندكش تصبر انت. قلت له بجيب لك اولويتك انا هاني. قلت له شد اقصر لها اقصرني في بيت وكيس انا تلفت على اليسار ريتك وقفت عدي معناه وسامحني من فوق. قلت اعطيني اوراق قال تفضل خويا. مديت له الاوراقات اعطيني البادج اعطيني كذا مديت له الاوراق خويا. مشيت لعب في الكامبي مسكرين كيس كامل ثلاث اعوام ما همش تحت الخدمه اصلا هما. قعد يضيع لي نص ساعه صاحبي بعد جاني مد لي بروفيزوار وما مدليش البادج. يا خويا اش فما يا صاحبي مدلي ومشات لا على روحه. انا خويا يعلم بيا ربي صح واحد يعلم بيا ربي يخرج كساعة تزيد فيا كذا رانا ما نشكيوش الحمد لله يا رب ما نشكيو ما نشكو من شيء. اما صاحبي رانا الظلم ما نشكوش عليه. عمل لك ايه نكذبش عليك. انا صاحبي نبطت من الكهرباء قلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انت قلت له تحط راسك على مخده ترقد قلت له كان ترقد برا بصحتك قديش فما محضر. قلت له تنخلصوا هبط لي الاخر واو شبيك وكذا اسمعني. قلت له تبداش شبيك وباش نعمل لك يعمل لي. قلت له ما عندك ما تعمل لي يا صاحبي راني كنت نخدم فيه السكري اللي تخدموا فيه توا وتحيه لي لهم الكل صاحبي واي انسان نضيف صاحبي تحيه ليه. قلت له راني نعرف الدومين هذايا وراني وقربي الكل معناها يخدموا في السكري هذا. قلت له معناها راني انا ما غلطت في شيء بالنسبه للاولويه. اه هاي كهرباء نصوروها. قلت له كان انا فوت الاولويه خذ حقك خويا كان ما فوتش الاولويه صاحبي كان ياخذ حقه ياخذ حقه. قال لي صنف عندك صنف وافي. اي قلت له انت كان انت شفته معناها صنف وافي انت تو شد رومبوا ولا تخدم معناها باش تعدي لي صنف وافي. انت متعدي على روحك ماشي مروح ماكش تخدم انت باش تعدي لي صنف وافي خاطر انا شويه برك لا ما ريتكمش فكيت لكم اولويه. هذا علاش معناها يعمل ايش بيك وانت تكبس في روحك وما نعرفش. انت قلت له ما تخوفنيش راك تحكي كي انا نحكي معاك تربيه تحكي معايا كيما نحكي معاك انا انت وين جاوبي. عمل لك ايه وحل لي بونيا في فماتي واو باش نعمل له. قلت له ما عندك ما تعمل لي وكملت ضربت واو دخلوني الواحد ويضربوا فيا في الكامبي واو باش نعمل لك. فما عاون واحد بركه فيهم ثلاثه وانا باش نجيبه اسمه هذاك. فما عاون بركه يهدي فيهم وصلوا على النبي وسيبوه ويثبت فيا كان والاخرين واحد يتفرج والاخر وامك ونعمل لك وباش نيك لك وباش ندني لك وسامحونا بالله بالرسمي شيق خويا شيء يوقف المخ. قلت له انت كملت اللي عملته انت نورمال. قلت له انت قلت له راك بشر راك مسلم معلم الظلم كيفاش هذا ما يجيش الظلم هذا. قلت له انا نقول لك كلمه بركه حسبي الله ونعم الوكيل وراهم فما كاين فما كبير غير ربي صاحبي. العون نظيف نقدروه صاحبي العون اللي مش نظيف واللي رانا ما نقدروهش شنيا حابس شنيا صاحبي اختايا خلصة. اما حسبي الله ونعم الوكيل في كل بوليس صاحبي. ها يا صاحبي لحظه بركه لحظة برك انت كامبي يفوكو متعدي هبت تعدي لي انا في سنف عم تعسني انت عسني سنف دوا 20000 انت تلتا معناها انا خارج على 30 ولا 40000 تضرب لي معناها هكاك ما عملت لك شيء. قلت لك سامحني خاطر ولا خاطر زواب انا على تاكسيستايا يا صاحبي كي نحمد الكروم يا صاحبي ما تكلم مذموم فرش خويا فرش صاحبي هذا يا صاحبي هكاك خاطر عرفتهم في الكيس خاطر عرفتهم الاخر يعمل لي خويا اتكلمت من الاول قال لي رانا شفنا حل به معناه. قلت له حل شنو يا صاحبي
اخي خالد في حاجه بس اعطيكم حاجه يا رب حل السيد يا رب تشهد علي لا نزيد عليكم كلمه انا حل قلت في شغلته معاكم يا خويا ان شاء الله صوتي يوصل وراني انا خوف كم ربي صاحبي ما غلطت في حتى كلمه وما غلطت وما زدت في حتى كلمه وكربي شاهد وحسبي الله ونعم الوكيل.